بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله قوالب بالعجوه بالشوكولاته. عندنا 3 معالق كبار عجوه، عليهم معلقه كبيره زبده، وهنعجنهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده هنحط معلقه كبيره عين جمل مجروش، ومعلقه كبيره كريسب رايس اللي هو الرز المنفوش، وهنعجن كويس كله مع بعضه. خلاص كده عجناها كويس قوي. وبعد كده عندنا شوكولاتة سايحة بردناها، وعندنا قالب التلج العادي بتاع التلاجة دهنينه زيت، وهنبدأ نحط فيه الشوكولاتة. وبعد كده هنحرك الشوكولاتة جوه القالب بحيث تتوزع كويس وتغطي المكعبات من جوه. وخلاص كده غطينا القالب كويس، وهننزل الشوكولاتة زيادة منه. وبعد كده هندخل القالب في الفريزر علشان الشوكولاتة تجمد معانا 5 دقايق بس، والشوكولاتة جمدت معانا. وبعد كده هناخد العجوة وهنبدأ نحطها جوه القالب بالشكل ده ونضغطها كويس. وبعد كده هنغطي القالب من فوق بالشوكولاتة السايحة. وخلاص كده هنخبطها بس عشان نطلع اي هواء، وهندخلها التلاجة ساعة او ساعتين لحد ما تمسك معانا. وخلاص كده طلعنا الشوكولاتة من القالب وبقت معانا بالشكل ده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.